صباح الخير لكل المشاهدين، يوم جديد لبرنامج عالم الصباح، اليوم الثلاثاء 26 أدار مارتش 2013. طبعا عندنا فقرات كثيرة رح نشوفهم من هلا لوقت، ولكن قبل ما نحكي شو هني هيك، حبيت بآخر أسبوع من زمن الصوم عند الطوائف المسيحية الغربية هيك اذكر قداسة البابا وعلاقته بلبنان، علاقته بالتسامح والصلاة والمحبة، علاقته بالعفو، علاقته بكل يعني الأمور اللي ما قالها علاقة بالقصص الأرضية، يعني عن جد بالقصص الروحية، قدي روحي هالإنسان، قدي حبوا العالم من خلال الصحف، من خلال هيدا، من خلال علاقته اللي وعفويته، بيكون ماشي بسيارته بلا أزاز، بلا ما يكون هالقد خايف على حاله، بينزل فجأة بيشوف حدا بينزل من سيارته، بينزل بسلم عليهم بعبطه، خاصة بس شفناه شاف ناس من الأرجنتين قدام بسط وراح. وبتعرفوا أنه بحب المزة اللبنانية، بحب الكبة اللبنانية، كمان ذكرت بالصحافة لأنه في عدد كبير من الجاليات اللبنانية من زمان لهلأ موجودين بالأرجنتين، وفيها العادات، يعني في مناطق عن جد فيها أعداد كبيرة من الجاليات اللبنانية. كمان مش غريب ابدا انه يحب لبنان وبيصلي كثير للقديس شربل، كمان هذا اللي بسطنا، سمعنا عنه كثير وعرفنا عنه كثير، واللي انقال والعظيم كثير انه عايش برية وحده. وليش قال عايش برية وحده؟ قد ما قلبه كبير ما في مطرح لقلبه، شيلوا له رية وخلوا مطرح للقلب يمتد اكثر واكثر بالفعل للمحبه الكبيره اللي عنده اياها. البابا فرانسيس من الاشخاص المحببين على قلوب الجميع، يعني هالباب خلى العالم تحبوه بعد جان بول دو، بعد ما حبوه كتير العالم، وكمان بنديكتوس السادس عشر كمان حبوه العالم، ولكن في كمان علاقة خاصة هلأ صارت بوقت كتير صغير مع فرانسيس. باب فرانسيس كمان كسر القواعد، وخميس الغسل ما رح يصير ابدا لا بكاتدرائية مربوطوس بولس الموجودة بالفاتيكان، ولا بكنيسة الكاتدرائية مار يوحنا الموجودة بروما، انما رح تصير بسجن كسال للاحداث. يعني كمان هيدي شغلة مهمة، رح يغسل اجرين المساجين الاحداث، يمكن هيك بقربهم أكتر لقلو، بقربهم أكتر لالله، بقربهم أكتر للتوبة، وهيك أشخاص نحن بحاجة لقلهم من مسؤولين، مش بس الباب والبطرك والمطران، إنما السياسيين يكونوا يفكروا بهالطريقة هيدي، يكونوا أقرب للعالم، يكونوا قلوبهم صافية وبيضة. صفوا قلوبكم، خلي ضميركم مرتاح، فترة أعياد، وبقلكم من هلأ، يعني نحن هي آخر أسبوع بزمن الصوم، فصح مجيد من هلأ، بس عم شوفكم أكيد نحن أنا قبل نهار الخميس. هاي الخبرية الحلوة اللي قلت لكم إياها، أما الخبرية البشعة شو هي؟ الخبرية البشعة هي إنه رح تشوفوا كتير فقرات اليوم، طبعاً هيدي الشيء حلو، رح تشوفوا كارلا، رح بتشوفوا هادية، رح بتشوفوا أرض وورد، سمعتوا؟ دايرة المطحنة. بس اللي رح بتشوفوه كتير اليوم كمان زيادة عن وقته على 12 وثلت، على 11 وثلت كمان رح تلتقوا فيه، هو الشيف شادي للأسف، وكارلا رح تروح عند الشيف شادي، وكندا كمان رح بتكون بمطبخ شيف شادي، يعني في عنا كم تحضير كم شغلة رح نحضرها بالمطبخ، يعني أوقات بنحتاج له ما فينا نعمل شي تاني. شو بكون تعملوا هلأ؟ الله يصبركن ويصبرني. اليوم في عنا شيف شادي كتير قبل النوم وبعد النوم وعلى الترويقة وكل الدقيقة، بس مضطرين ما فينا نعمل شي تاني. صباح الخير شيف. صباح الخير جوزيف، كيفك اليوم؟ اسم الله عليك. بعدني عملت لك تيكت على روما 150 يورو روحه بلا رجعه، روحه ورجعه بكى، بتاخذ البركه من البابا فرانسيس. انا من محبتي له للبابا فرانسيس، او بركه بتعمل لك بتسرق لك شي شغله، بركه بحطوك بسجن الاحداث وبيباركك الفرانسيس هون. شو رايك بالموضوع؟ انا رايي كثير، بس انا انه كثير مبسوط، انت حسيتك كثير مبسوط، ضمن بالك اليوم انه عندك كثير ميكروفون مفتوح، رح تقول لي كثير كلمات، ما رح خليك، رح جاوبك شادي. على كل حال نرجع نشوفك بعد شوي، وانا بقول للجميع انه فيني يتواصلوا معنا من خلال السوشيال ميديا، بس هلا خلينا ننتقل نحن وياكم مباشره ببدايه عالم صباح، طبعا مثل ما بتعرفوا، لعند كارمن والابراج وتحركات الكواكب وعلم الفلك. بالخير. اليوم الثلاثاء 26 أدار مارس، لليوم الثاني على التوالي القمر مرافقنا من برج ترابي برج العذراء. من امبارح القمر موجود ببرج العذراء، بيعطي أجواء حلوة، حظوظ حلوة لمواليد الأبراج الترابية، عم بحكي عن مواليد برج العذراء وأيضا مواليد برج الثور وكذلك لمواليد برج الجدي. كيف رح بيكون هالنهار اللي حظه حلو يستفيد منه؟ لأنه بكرة القمر بينتقل لبرج هوائي برج الميزان، وبنتحضر ليصير في عنا فول مون، تأثيرات
مخيراته شوي صعبه. على كل خلونا نركز على هالنهار ونشوف نهارنا كيف رح بيكون. وطبعا البدايه دائما مثل العادي بتكون مع اول الابراج يلي هو برج الحمل. مولود برج الحمل بعده نهارك طويل، جدول اعمالك طويل ومهم متعب ومرهق، وفي بدايه او في طله على مساله مهنيه جديده. يمكن ايضا الوضع الصحي عم تنتبه له وحابب تاخذ قرارات جذريه ايجابيه بهيدا الموضوع. وبعتبر الشخص يلي لازم ينتبه حاليا من الضغوط ومن المشاكل مواليد 1، 2، و3 نيسان/ابريل. ننتقل للبرج الثاني يلي هو برج ترابي، برج الثور، يلي اليوم مرتاح نوعا ما لانه القمر موجود ببرج صديق له، وبنبهك انه بكره وبعد بكره الظروف رح بتكون شوي صعبه. اذا يلي حابب تقوم فيه بهالفتره اتحرك فيه اليوم لحتى الظروف فعلا تساعدك. انت بحاجه الى كل الحظوظ، واليوم في مصالحه والتسويه بتقدر تتم، ما تاجل. وبعتبر المولود الاكثر تعبا 1، 2، و3 ايار مايو. بننتقل للبرج الثالث يلي هو، خلونا نجرب البرج الثالث يلي هو برج هوائي، برج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء نهارك صحيح متعب، صحيح متطلب، صحيح مزعوج أو قاعد بالبيت أو عقلك أو بالمكتب أنت وعقلك على البيت بسبب مسألة عائلية، أهلك ولادك أو المنزل في شوية تصليحات، لكن بقول لك ما تعتل هم لأنه بكرة وبعد بكرة هالغيمة بتروح. فانتبه ما تكسر الجرة اليوم، طول بالك على حالك وعلى غيرك. وبعتبر الأوفر حظا نسبيا 1 و2 حزيران/يونيو. ننتقل للبرج الرابع اللي هو برج مائي، برج السرطان. مولود برج السرطان جوك اليوم أريح مطمئن أكثر من بكرة وبعد بكرة. اليوم انهارك في عجقة، في تقدم، في أخبار، وأنت عندك كتير قدرة اليوم لحتى تعبر عن نفسك، سواء كنت طالب، ست بيت أو شخص بتشتغل. اليوم أنت عندك إمكانات وطاقات فكرية وجسدية كتير كبيرة، اشتغل عليها وركز عليها، خاصة بالشغل والحياة الاجتماعية. بيبقى اليوم المولود الأنشط هو 1 ل15 تموز/يوليو. منكمل مع البرج الخامس، برج الأسد. مولود برج الأسد انهاره اليوم منه عاطل أبدا، بالعكس حتى لو قويت قلبك ماديا بيمشي الحال، لكن انتبه طبعا للمصاريف يلي ما إلها اللزوم. بكرة عند مولود برج الأسد في زيارات وفي حكي أكثر، فمطلوب منك اليوم أنك تدقق بتفاصيل، يكون عندك جدول أعمال واضح اليوم تقدر تشتغل عليه، تقدر تغرب له، يعني يكون في فلترينج لهالأمور لحتى تعرف أنت وينك، شو عليك وشو هو وضعك الحالي. إذن اليوم في تقييم لوضعك ويمكن حدا يقيمك، فحاول تطلع ناجح. وبعتبر المولود الأنشط حاليا مولود 1 ل10 آب/أغسطس. منكمل مع الأبراج ومنوصل للبرج السادس اللي هو برج ترابي، برج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء ما حدا قدك اليوم، لأنه أنت اللي بتقرر، أنت قائد السفينة، أنت الربان، وبالتالي اليوم أنت اللي بتقلب الأمور بتمشيها على ذوقك. مولود برج العذراء إذا حابب فعلا وناطر شي نهار حلو يكون عندك فيه جرأة وقدرة لتبلش شي أو لتاخد قرار أو لحتى تغير شيء رأسا على عقب، اليوم نهار جيد لذلك. وبعتبر المولود الأنشط حاليا مولود شهر آب/أغسطس. ننتقل هلأ للبرج السابع، خلونا نجرب البرج السابع اللي هو برج هوائي، برج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان هدوء ورواء وتأخير ومشاكل وتعب ووجع راس وما في شيء ظابط من الأيام القليلة الحظ، فما تجازف فيها على الإطلاق. بعد عن المشاكل، الباب اللي بيجي منه ريح سده واستريح. اليوم من الأيام الضعيفة اللي معقولة تبهدل حالك فيها، فانتبه، عد عائل، انتبه أغراضك وما تخترع شيء جديد. وبعتبر الأقل حظا حاليا هو مولود 11 ل22 أكتوبر/تشرين الأول. ننتقل هلأ للبرج الثامن اللي هو برج مائي، برج العقرب. بالنسبة لبرج العقرب انهارك اليوم شغال، نشيط، في تعاون من قبل الآخرين، هلأ مش الآخرين كل العالم، يمكن شخص أنت بحاجة له اليوم على الأرجح بيتفاعل معك وبيتعاون معك. مطلوب أنت منك أيضا أنك تلعب دور كمان جيد، كمان ناشط، وشغلك ما رح يمشي إذا ما حطيت إيدك بإيد شخص أو جهة معينة. واليوم نصيحة أفضل بكتير من اليومين المقبلين. بيبقى الأكثر تعبا حاليا 3، 4، 10، 11 نوفمبر/تشرين الثاني. ننتقل للبرج التاسع يلي هو برج مائي،
برج ناري برج القوس. مولود برج القوس الضغوط عندك مهمة منا قليلة، يمكن ضروري تعطي انطباع كتير مميز اليوم، وبتقدر إذا حضر حالك. الاسجالية ممنوعة، ممنوع تروح ومش عارف حالك أو سائل أو مدقق شو اللي مطلوب منك، لأنه نهار بقيمك كتير وبتقدر اليوم تنجز، يكون عندك إنجاز رائع. يعني اليوم نهار ما في حل وسط، يا نجاح باهر يا أما فشل، فانتبه. وبعتبر المولود اللي عنده طاقات كتير كبيرة حاليا هو مولود 5-15 ديسمبر كانون الأول. ننتقل هلأ للبرج العاشر يلي هو برج ترابي برج الجدي، ونهاره اليوم مولود برج الجدي حلو جيد ميسر، تتيسر أمورك سواء مع أشخاص جديد مع وجوه جديدة أو بأمور روتينية أنت بتعرفها. بجميع الأحوال مولود برج الجدي اليوم أنت بتقدر تساعد بحل حالة وضع عائلي أو شخصي، فاليوم أنت صاحب إيجابيات بعكس اليومين المقبلين اللي رح بكونوا كتير صعبين، بس صعبين يعني بين هلالين. جميع الأحوال أمورك مسهلة، فليش تترك نهار يمرق على الفاضي. وبعتبر الأكثر تعبا مولود 1-10 كانون الثاني يناير. نوصل هلأ للبرج رقم 11، خلونا نجرب مولود برج الدلو شو أخباره. بكرة أحلى من اليوم، بكرة أقوى من اليوم، بكرة حظوظك جيدة جدا. اليوم بعده مولود برج الدلو عم بيسر أمره، بعده يعني عم يشتغل على أوراقه، بعده عم يشتغل على ملف أو على مهمة موكل فيها، لكن تذكر العناد ما بينفعك، بالعكس تماما، كل ما عندت كل ما كنت مغرور بحالك، كل ما كنت فعلا شايف حالك كل ما أمور سكرت بوجهك. وبعتبر الأكثر حظا نسبيا 30 و31 كانون الثاني يناير. نوصل هلأ لآخر الأبراج اللي هو برج مائي برج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت بكرة ميسرة، أما اليوم فهنالك بحث ببعض الأمور. اليوم في شخص بيجادلك، شخص بيوقف بدربك، شخص بفاتشك وبيقول لك وين البراهين. مطلوب أنك ما تستفز، يعني ما توقع بفخ الاستفزاز والتحدي. قوي قلبك، كون جاهز وترك الأمور الصعبة لتحلها في الأيام المقبلة. المهم اليوم تدولبها وتمشي الحال، خاصة إذا كنت من مواليد شهر شباط فبراير. بختم مع مولود اليوم، قل له لمولود اليوم بانتظاره سنة تتركز فيها الأمور على مسائل صحية، بدك تنتبه لحالك، مسائل طبية، على شغل جديد أو على تحسين وضعك المهني. وبيبقى شهر نيسان أبريل آب أغسطس وكانون الأول ديسمبر أفضل الأشهر. هيدي كانت الأبراج لليوم، أتمنى للجميع نهار حلو. إلى اللقاء بكرة مع أبراج جديدة. باي باي. بنشوفك بكرة كارمن إذن بنفس الموعد الصبح مع تحركات الكواكب وعلم الفلك والأبراج. أما هلأ وقفة بسيطة وبعدها بنعود للمتابعة مع هادية بعالموضة.